مریضه. خیلی فؤاد، الی شكرا كتير. مني عم تهرب؟ مني يا فؤاد؟ وانا اللي كنت مفكرك مسكين وضعك مو مسكين. انا بشي غلطت. بشي غلطت؟ غلط؟ غلطت كثير كثير. انت شو اعطيتها؟ شو اعطيتها؟ وردة. ليش؟ عملت ليش؟ اسمع، طالما بتفهم بالورد مسيك بدك تصلحها مثل ما خربتها بدك تصلحها. ما بعرف صلحها. بدك تعرف غصبا عنك. شايف هاي المسجلة؟ بيطلع الصوت منا منه وبيطير بيطير 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 مثل النوراس. بتعرف النوراس؟ ما بتعرف. طيب بتعرف جبران؟ بتعرف شو بيقول جبران؟ ما بتعرف. شلون بدي اشرح لك؟ اسمع، بيقول وقاتل الجسم مقتول بفعلته، وقاتل الروح لا تدري به البشر. فهمت؟ ما فهمت. كيف بدي اشرح لك؟ كيف بدي اشرح لك؟ شايف العليقة؟ عندك 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 عندك. شايف العليقة؟ مثل ما بيتعلقوا الاواعي على هالعليقه، روحي معلقه بها مسجله. فهمت؟ وين؟ تعال اشرح لك. لك لك تعال. فؤاد فؤاد فؤاد، اسمع لك، قصدي لك هي العليقه بتنظم الاواعي مثل ما الموسيقى بتنظم الروح. هينا الليقة. عم تهرب مني يا فؤاد؟ عم تهرب مني؟ استنى استنى لاشرح لك. استنى استنى. فؤاد، لما الاواعي بيهروا من العلاقة بيوقعوا.
ولما الروح بترمي الجسد بيوح. تا وين بدك تروح؟ فؤاد وين؟ وهلا وين بدك تروح؟ فؤاد لا تتحرك، انا جاي لعندك. شو نعمل؟ انتوا لا تحكوا، انا طالع لعنده. تعال هون لك فؤاد، انا بدي اقول لك كلمتين. انه في ناس عم تنقتل روحها وما حدا عم يحس فيهم. هدول بذر الارض مو نمل، مع انهم بيشتغلوا مثل النمل بس ما حدا بيحس فيهم. تعال ارجع لورا، ارجع. ايمن، ايمن افتح لي الباب. يا ايمن افتح الباب. أبو صبحي، كيف بدنا نفتح الباب؟ ليش نفتح مو بالباب؟ لا فؤاد، حاول ترجع لورا. شفت؟ هذا صوتها عم تحاكيك لأنك عطيتها وردة. بس هلا لما صرت عم تشوفها من فوق ما عاد بدك تجي. لك تعال، لك تعال، لك اوعى 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 توقع. ما في ارض تستليك تحت، الارض حطوها بجيوبهم. ايه مالك مصدقني؟ حطوها بجيبتهم، جيبتهم اكبر من الارض، اكبر من الارض، اخذوها. اوعى، رجع لورا، رجع لورا، رجع لورا. شو عم سنسلي؟ اطلع اطلع ساعد ابو صبحي. سامعه؟ سامعه كيف عم يقصفوا؟ بدهم يحرقوا الارض، بدهم يحرقوها، بدهم يحرقوها. لك الارض بخير وكل شيء بخير، بس انت افتح الباب. ما راح يبقى ولا باب بيحمي الناس، ولا باب واحد. واذا بقي باب واحد بيلبسوه، بيكسروه، بيلبسوه بجيهم، بفيقوا الاولاد النايمه، وهي الارض كلها صارت نايمه. سامعه، سامعه. لا ايمن، اللي عم بقصف مو انا، انا خايف على راسي وعلى راس فؤاد، انا مخبي راسي من القصف. ايمن انا جاي لعندك، لاقي لي ايه؟ كرمالي، كرمال فؤاد، انا جاي. ايه سامع فؤاد، وقف القصف، انا رايح افتح الباب. خليك محلك، لا تتحرك. اذا ما فتحت الباب بيكسروه بيخلعوه، الابواب المسكره بيخلعوها بيرفسوها بيشبيهم. خليك محلك، لا تتحرك. شو عم سنسلي؟ نكسر الباب؟ لا شو تكسروا، خايف من الداء. ايمن، ايمن افتح. وين فؤاد؟ ربيع لا تخاف فؤاد، ربيع جاي يساعدك.
لا تخاف، الحمد لله على السلامة. ليش كان لاحقك؟ اسألين. أيمن ليش كنت لاحقه؟ أنا كنت لاحقه لأنه هالعلاقة بترتب الأواعي مثل ما الموسيقى بترتب الروح. ما فهم علي، فهمي أنت، فهمي. لا تخافي حبيبتي، لا تخافي. نسرين، خير شوفي؟ اليوم أول تجربة قاسية إنه، الله أعلم كيف مرقت. شو صار؟ أيمن فؤاد حدا حياة حدا صار؟ لا 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 لا، حياة منيحة لك بغرفتها والكل مناح. بس فؤاد. شو بو؟ صحتين على قلبك. مرتاح هون؟ امبارح نمت وارتحت؟ ممتاز. يعني ما خفت من أيمن إنه نام معك بنفس الغرفة. طيب فؤاد، فينا نحكي مع بعض كأصدقاء؟ مثل ما بدك. لا، مثل ما بدك أنت، مو بس مثل ما بدي أنا. نحكي. اليوم شو صار؟ ليش هربت من أيمن؟ أيمن هجم علي بالعصاية. إيه بس أنت وصلت على حافة السطح وكان ممكن توقع. إيه هو كان معه عصاية. طيب أي الأسهل؟ إنك تواجه العصاية ولا إنك توقع؟ ما وقعت. طيب أنا بدي أسألك سؤال وحابب أسمع جوابه منك. أنت شخص وأيمن شخص. أيمن معه سلاح اللي هو العصاية، وأنت ما معك شيء غير إيديك، وفي وراك وادي غميم غميق كتير. وين بتروح؟ طيب إذا أنا كنت بمحلك شو بتنصحني سامي؟ بنصحك تهجم عليه. وأنت ليش ما هجمت؟ ما قدرت رجلي كانوا متيبسين. مع انه ايمن وقف لانه كان خايف عليك. ايه بس هو ما رجع لورا وتركني لحالي انزل. ايه لانه فكر اذا تركك رح تزت حالك. لا انا ما بدي زت حالي. طيب هلا بتحبه لايمن ولا ما بتحبه؟ حبه بس بدون ما يحمل علي عصايه. ماشي فؤاد، إذا بدك فيك تروح، بس بشرط أضلك عم تفكر بسؤالي. واحد معه عصاي من هون، ووادي غميق من هون. أنت يلي اسمك فؤاد، وين بتروح؟ بعد ما تجاوب عن حالك على هذا السؤال، إذا حبيت إلياء إلياء، وإذا ما حبيت أنت حر. يعني أنت زعلت مني ما عدك تحكي معي؟ لا، إلا إذا كان في عندك شيء تقوله. لا أنا ما عندي شيء بدي أقوله. أنا بدي روح على الغرفة. تفضل. انت ليش بدك اياها تغني؟ هلا لما انت كنت بيبي على شو كنت تنام؟ على التخت. التخت؟ شوف انت ما عم تفهم علي، كانت امك تغني لك لحتى تنام، مثل كل ام بغنوا لاولادهم لحتى يناموا. ولو ما كانت الموسيقى بتهدي الروح وبتفوت على القلب ما كانوا غنوا لهم. يلا شباب الأكل جاهز. بتعدي جنبي على الأكل؟ أي وقت. يلا فؤاد عم استنى. بتعدي مقابيني على الأكل. أي طيب.